ومن لقاءاتنا الرئيسية هو كيف من الممكن أن نتعامل مع أطفالنا في ظل جائحة كوفيد 19 فيروس كورونا. نرحب بضيفتنا في الاستوديو، موجودة معنا الدكتورة وطفة بنت سعيد المعمرية، استشاري أول طب أطفال تطوري بمستشفى جامعة السلطان قابوس. دكتورة وطفة، نمسي عليك بالخير. مساك الله بالخير أختها، وأشكرك جدا على هذه الفرصة وعلى الدعوة الكريمة. الله يسلمك. ويعني نحن جميعا بالفعل يعني نعاني من هذه الجائحة بشكل أو بآخر، اجتماعيا أو نفسيا، أو هذه الأخبار التي تردنا. لكن دكتورة، يمكن الأطفال أيضا وضعهم مختلف، كيفية استيعابهم للمسألة، كيفية قضاء وقتهم في البيت؟ مثل ما ذكرتي أخت سهى، يعني هو بالفعل يعتبر ظرف استثنائي غير عادي للصغار وللكبار في نفس الوقت. يمكن بالنسبة للأطفال يعني خلف الكثير من الحيرة بسبب الظروف الغير متوقعة من إغلاق المدارس. على سبيل المثال، في أكثر من واحد ونص مليار طفل تقريبا في العالم، في أكثر من 180 دولة توقفوا عن الذهاب للمدارس. المدارس ليست فقط مكان لتلقي المعلومات أو تعليم الأكاديمي، ولكنه أيضا مكان لالتقاء بالأصدقاء، للعب، يعني تنمية مهارات كثيرة. فتخيلي يعني البعد عن هذه الأمور كلها. أيضا توقف الزيارات الاجتماعية المعتادة، توقف حتى الخروج للعب في أي متنزه، في أي مكان خارج المنزل. طبعا هذا كله تقدر تقول أنه يعني ترك يعني صدمة كبيرة وضغط كبير وخوف على كثير من الأطفال، لدرجة أنه في بعض الأبحاث التي أقيمت أو تم دراستها من قبل كثير من المنظمات الدولية المهتمة بالطفولة، رأت أنه في نسبة كبيرة من يعني زيادة كبيرة من الضغط على الوالدين، اضطرابات النفسية بشكل عام، القلق، الاكتئاب، وحتى العنف الأسري. طبعا مثل ما هذه الظروف يعني لها تأثيرها الكبير على الأطفال بشكل مباشر. نعم، يعني تنعكس عليهم في البيت. تنعكس بشكل مباشر. نعم. أيضا دراسات أيضا بينت وجود مؤشرات كبيرة للقلق عند الأطفال، وبطبيعة الحال هذا ينعكس على سلوك الأطفال، فزادت يعني كمية السلوكيات اللي هي الغير مرغوب فيها أو المشكلة السلوكية بشكل عام عند الأطفال. طبعا هذا كله أوجد يعني نوع من تقدر تقولي من التحديات بالنسبة للأسرة وبالنسبة للطفل. جميل. طيب دكتورة وطفة، الآن كيف من الممكن أن أولياء الأمور في المنازل يدركوا أن هذه السلوكيات التي تصدر من الأطفال وكأنها ردة فعل لما يحصل؟ يعني بالفعل الفسح اليوم ممنوعة، المراكز التجارية أغلقت، المتنزهات كذلك، المدارس. فالطفل يمكن تكون عنده ردة فعل بشكل أو بآخر، كيف ممكن يستوعب الأهل ذلك؟ أعتقد في البداية إعطاء الطفل فرصة للتعبير عن مشاعره، تفسير الموقف بطريقة ولو كان يعني مبسطة قدر الإمكان وبدون يعني مبالغة فيها، حتى لو باستخدام محفزات مثل القصص، الصور وغيرها. طبعا هذا ضروري حتى لا تصل المعلومة للأطفال بطريقة خاطئة، أو حتى لا تصل، يعني كثير من الإعلام ممكن يوصل المعلومة بطريقة مخيفة جدا وممكن تزيد من حجم المشكلة. فاعتماد الأهل على التوازن للحد من القلق عن طريق المحافظة على الهدوء والثبات في التواصل مع الأطفال، في المعاملات اليومية معهم، حتى في الأمور البسيطة مثل شراء الحاجيات ولوازم البيت. نعم. يعني في البداية يمكن الجائحة كثير من الأهل كان في فزع أو خوف، فكانت في أمور أكيد يدركها الأطفال ويعرفوا أنه هي يعني مؤشرات لخطر كبير. نعم. فمثل هذا الوضع أعتقد أنه الأهل لازم يكونوا يتعاملوا يعني بحذر مع هذه الظروف بالذات. جميل. وتفسيرها مثل ما ذكرت بمحافظة، إعطاء فرصة أكبر للتعبير عن المشاعر. أيضا رغم أنه إحنا يمكن كثير من الناس تنظر للجانب السلبي لهذه الجائحة، ولكن يمكن العزلة الأسرية اللي كلنا مرينا حاليا نمر فيها بسبب الجائحة أو فيروس كورونا، أعطت فرصة أنه الأهل ممكن ينموا فيها مهارات كثيرة لأبنائهم. نعم، إذا يعني في حال أنه الأهل استثمروا هذه
الفرصة، ويمكن تردنا بعض الأخبار حول العالم أنه لا يعني حصل العكس، توترت العلاقات داخل البيوت للأسف. للأسف في بعض الأماكن، لكن أعتقد والحل لله الحمد يعني في السلطنة كثير من الأمور يعني مستقرة جدا، في كثير من الاحتياطات اللي تم اتخاذها، وأعتقد أن كثير من الأهل يعني ملمين. يعني في بداية الجائحة أقدر أقول لك فعلا كانت المؤشرات تشير إلى يعني بوادر كبيرة لاضطرابات نفسية، لعنف أسري، ولكن أصبحت أكثر ثباتا في الوقت الحالي. فهي أعتقد الأهل أدركوا أن في وقت، في متسع من الوقت ممكن يستخدم ليعني استثمار بشكل كبير، مثل ما ذكرت تنمية كثير من الأمور اللي كانت أيام مشاغل يومية تبعدنا عنها. فإتقان هواية، إتقان ممارسة معينة، إعطاء مسؤولية، كل هذا راح ينصب يعني في قدرة الطفل على الإحساس أنه قادر على الإنجاز، زيادة وتعزيز ثقته بنفسه، وأيضا إعطائه القدرة على الاستقلال أيضا. جميل. طيب دكتورة وطفة، في مشكلة هي أساسا كانت قبل الجائحة، ولكن ربما أصبحت أكثر حضورا خلال فترة الجائحة، وهو جلوس أبنائنا لساعات طويلة جدا، وأطفالنا لساعات طويلة جدا أمام أجهزة الآيباد أو الأجهزة اللوحية أو الكمبيوتر، يعني الألعاب الإلكترونية. كأطباء ومتخصصين كيف ترون هذه المسألة؟ يعني هل يجب أن نقلق بالفعل من هذا الموضوع؟ أعتقد أنها تعدت مرحلة القلق، وأصبحت حتى حسب المنظمات يعني العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، نعم، تعد يعني الاستخدام الأجهزة الإلكترونية بالذات الألعاب الإلكترونية لساعات طويلة تتعدى المعقول إلى أنها نوع من أنواع الإدمان. وأعتقد هذا واضح جدا في اللي يرتئيه الأهالي حاليا من سلوكيات ونوبات غضب ويعني تفاعلات غير متوقعة من الأطفال بسبب كثرة الاستخدام. أعتقد يعني واجب التغيير أو فكرة التغيير تأتي من تغيير قناعات الوالدين في أنه إيش حاجة ابني يعني في الوقت الحالي. أعتقد لو وصلنا لقناعة أنه هم أحوج للعب، أحوج للتفاعل الحقيقي، أحوج للتعامل مع الناس، لأن هذه كله ينمي يعني التعامل الاجتماعي والعاطفي، فبالتالي ينشأ الطفل شخص أو يعني بالغ قادر متوازن، قادر أنه يفيد نفسه ويفيد طبعا الآخرين. جميل. احنا سنعود أيضا للأطفال ذوي الإعاقة، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا ابقوا معنا. لأن وصالكم يهمنا في هذا الشهر الفضيل، اخترنا أن نكون معكم وبشكل دائم ولكن عن بعد من أجل سلامتكم. ضيوفنا عن بعد، حضوركم من بيوتكم عن بعد، وكل هذه التفاصيل عن بعد يوميا من 9 وحتى 10 مساء. فأهلا وسهلا بكم. ما عاد في داعي نعيد ونزيد في الكلام، كل شيء صار واضح بالأرقام. خلونا نحافظ على بلادنا هذه الأيام، وبتعاونكم جميعاً راح نحقق الهدف اللي نتمناه. في وقت المحن دائماً ما نثبت ترابطنا وإننا كلنا على قلب واحد عشان بيتنا الكبير عمان. واليوم مع جائحة كورونا نصير على نفس النهج والقيم والمبادئ، لذلك أعمالنا شراكة، تكامل وتعاون. حملة لرخاء يدوم بالشراكة مع ريادة وصندوق الرفد وجمعية دار العطاء، واللي تهدف إلى مساندة المتضررين من الشركات الصغيرة والمتوسطة وأسر الدخل المحدود والضمان الاجتماعي المتأثرين بجائحة كوفيد-19. نفتتح المبادرة بتبرعنا بمبلغ 300,000 ريال عماني في تغطية مستحقات الكهرباء لهاتين الفئتين. وانت بعد تقدر تكون جزء من هالخير، وبإمكانك التبرع عبر اتباع الخطوات التالية. ادخل على موقع بوابة التبرعات www.donate.om، اضغط على أيقونة الجمعيات الخيرية،
اضغط على أيقونة جمعية دار العطاء واختار الفئة المراد التبرع لها، من ثم أكمل عملية الدفع. بتكاتفنا بنتخطاها ونحن أقوى، ونجعل عمان دائماً في رخاء ونماء. نماء لرخاء يدوم. حياكم الله مشاهدينا مجدداً، ونسعد بمتابعتكم، ونحاول دائماً تلمس المواضيع المتعلقة بكم بشكل مباشر، والمواضيع أيضاً التي تتعلق بالأسرة. كيف نتعامل مع أطفالنا في هذه الجائحة؟ نرحب طبعاً ونستكمل الحديث مجدداً مع الدكتورة وطفة بنت سعيد المعمرية، استشاري أول طب أطفال تطوري بمستشفى جامعة السلطان قابوس. أهلاً بك دكتورة مجدداً. ونقول كنا نتحدث عن الأطفال في حالتهم العادية، ولكن ماذا عن الأطفال من ذوي الإعاقة؟ ويمكن نسلط الضوء أكثر للأطفال الذين طبعا يصنفون ضمن أطفال التوحد أو الطيف التوحدي. كما ذكرت لك أخت سهى، إنه المؤشرات من الأبحاث اللي تم إجراءها في الفترة الأولى من بدء هذه الجائحة، مثل ما ذكرنا فيها مؤشرات كبيرة لاضطرابات نفسية، قلق، سلوكيات كبيرة. تخيلي أن البيانات أوضحت أنه هذه النسب أعلى، تكون أعلى بكثير لدى الأسر اللي يكون عندها طفل من ذوي الإعاقة، يعني بنسبة أكبر. وجود القلق، وجود الاكتئاب، حتى العنف الأسري اللي تحدثت عنه مشكورة. فكل هذه الأمور طبعا راح تزيد من محنة هذه الأسر ومن صعوبة الوضع معهم، خصوصا في وقت إغلاق المراكز التأهيلية، المدارس اللي كانت تعتبر متنفس نوعا ما للأهل للقيام بمهامهم اليومية اللي يعتادوا عليه، يعني أصبح عندنا وقت فراغ أكبر. لكن ولما نتحدث عن اضطراب طيف التوحد بالأخص، فخصائص هذا الاضطراب يمكن تجعله لحد ما وقع أكبر، يعني أول في هذه المرحلة، خصوصا أن الأهل بشكل عام من أو الأسر من الذين لديهم أطفال من ذوي الاضطراب عموما يعانون من عزلة اجتماعية كبيرة بسبب طبيعة الاضطراب، بسبب طبيعة ردود الأفعال الاجتماعية لهؤلاء الأطفال في المواقف المختلفة، ولكثير من الناس ما يعني للأسف لا تتقبلها ولا نجد لها يعني نفس الاستجابة أو التفهم العاطفي أو ردود الأفعال الاجتماعية من الناس مقارنة مع الأطفال من ذوي الإعاقات الجسدية الواضحة. غموض كبير يعني مرتبط بهذا الاضطراب، ولكن من الأمور اللي تجعل الاضطراب هذا أكثر في هذا الوقت بالذات، أنه أكثر السلوكيات الصعبة المرتبطة بهذا الاضطراب أو الاضطرابات حتى المصاحبة باضطراب طيف التوحد من الاضطرابات الحسية، تجديها أكثر وضوح وظهور في وجود الأوقات اللي ما يكون فيها الطفل عنده أمر ما يشغله. فهذا وسبب طبيعة الاضطراب، عدم القدرة على التواصل والتفاعل الاجتماعي ما يجعله قادر أنه يعبر عن احتياجاته بطريقة واضحة بحيث أن الأهل يعني يفهموها. يمكن الكثير لا يعلم أنه سلوك طفل من ذوي الاضطراب في التوحد هو عبارة عن وسيلة تعبيرية، وسيلة يعني وظيفة يعبر من خلالها عن احتياجاته، يمكن عن ألمه، يمكن عن أمر ما يعني زعجنه نوعا ما. فهو فهم طبيعة هذا الاضطراب راح يساعد أكثر على تقبله بطريقة إيجابية، وعدم النظر إلى سلوك الطفل على أنه سلوك فقط استفزازي أو سلوك مقصود منه إيذاء الآخرين. طيب دكتورة، يعني ختاما لهذا الحديث وبشكل مكثف هكذا، كيف من الممكن أن يتعامل أو تتعامل الأسر مع أطفالها في 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 ظل وجود هذه الجائحة؟ كنصائح
كان أعتقد وجود يعني المحافظة على روتين معين داخل البيت، وجود جدول سواء زمني مع مراعاة طبعا احتياجات الخاصة لكل طفل، هذا راح يساعد ويخفف من حدة يعني الفراغ الموجودة واستخدامهم للإلكترونيات، إعطاء مسؤوليات معينة لكل طفل حتى أنهم يعتنوا ببعضهم البعض. أعتقد هذه أو أنهم يعتنوا بالمنزل يعني، نعم. في أمور كثيرة يمكن ما اعتادوا أنهم حتى يعتمدوا على نفسهم فيها، هذه جدا مهمة. هي فرصة بعد ثمينة لتوطيد أواصر العلاقات الأسرية، الوالدين مع أطفالهم، يعني تمضية وقت في القراءة مش غلط، ممارسات رياضة معينة أو حتى فنون يعني يتعلموها الأطفال بشكل عام، أعتقد هذه إن كل هذه الأمور ممكن تخفف كثير من الضغوط. إن شاء الله نأمل ذلك، هي ضغوطات طبعا يواجهها الجميع في هذه المرحلة. شكرا جزيلا دكتورة وطفة على كل هذه المعلومات الثرية. دكتورة وطفة بنت سعيد المعمرية، استشاري أول طب أطفال تطوري مستشفى جامعة السلطان قابوس، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا هذه كانت محطتنا الأولى ومحطاتنا متوالية معكم، سنتابع أول تقرير في حلقة اليوم.